سبب نقص الوعي في المجتمع كان خوف النساء من سرطان الثدي صامتاً، كما لو كان شيئاً مخجلاً، الأمر الذي يعيق عملية العلاج، حيث كانت المرأة تعاني من المرض بصمت بدلاً من طلب الرعاية. صار عندنا قلة زي قلة الوعي، وسبب قلة أيضاً تنشيط المراكز الصحية والتعاون معنا في العيادة. أعلم النساء وتثقيفهم كيف يعملون الفحص الذاتي في العيادة نفسه. بعد ذلك يعني على أساس أنه كل شهر كيف تتمكن المرأة من الفحص. طبعاً المعروف أنه الفحص يكون في 10 يوم من أيام الدورة الشهرية، أي بعد الدورة، وذلك بسبب الهرمونات التي تصاب المرأة قبل الدورة الشهرية. العيادة الوردية مبادرة توعوية لا تتوقف أنشطتها الهادفة للوقاية، وتناشد النساء بالمسيرة التي أقامتها بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي الالتزام بالفحص الدوري للكشف عن المرض مبكراً. وقامت الوردية بعدة برامج توعوية، منها النزول إلى المساجد والمدارس والمرافق الحكومية والمرافق الخاصة، وأيضا معها عدة برامج توعوية تقوم بها سنويا باحتفاء أو تضامنا بهذا الشهر العالمي. أقمنا مسيرة تضامنية سرنا فيها وسط السوق والشارع وتوزيع البروشورات وتعليق الأعلام واليافطات التوعوية، وإن شاء الله بتكون عندنا سيارة توعوية وردية تدور حول المديريات تعطيهم توعية أو تذكير بأهمية الكشف الذاتي. كثيرة هي العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، منها وراثية ومنها مكتسبة، لكن وعي المرأة بأعراض سرطان الثدي ولجوءها إلى عمل الفحص بدون خوف أو خجل يجنبها الإصابة به. أسباب كثيرة متعددة، منها أول حاجة نحن ننشر الفئة التي هي نقول فاكتور ريسك التي هي الوراثية، معك بعدين السمنة تمام تلعب دور في هذا، يعني في عنا هرمونات او الهرمونات الاساسيه هي هرمون الاستروجين الذي يكون هذا الهرمون المسبب الاساسي لهذا المرض، نعملها في العياده ككشف اولي كمان مبكر، وبعد ذلك يتم التحويلات الى الاطباء الاخصائيين كجراحه كاشعه كمان وكمختبرات. لسرطان الثدي 18 نوعا فرعيا، ويعد من اكثر الامراض انتشارا في العالم عند النساء، وذلك بنسبه 22%، ولذلك لا يتم تشخيص المرض الا عن طريق اخذ عينه من الكتله الموجوده وفحصها لتحديد نسبه ونوع المرض واخذ العلاج الملائم. تفقدي كي لا تفقدي هو شعار هذه العيادة المجانية التي يجب على المرأة من خلالها الكشف المبكر عن سرطان الثدي تجنبا اصابتها بهذا المرض. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.